فترة لا تتعدى 3 أشهر كي يخطف الأنظار والألقاب ويعلن أنه المحترف الأفضل في الدوري السعودي. والتصويت منح المصري نسبة 47.81. 1,000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 ,
أنا الكابتن حازم إمام من كفر الزيان. زين عندكم هنا؟ لا كفر الزيان عندكم هنا، وإن شاء الله أنت حتكون يعني معنا في الموسم القادم إن شاء الله. يعني تبغوا ولا ما تبغوا؟ زي إخواتي الكبار كلهم زي إخواتي، يعني أنا ما فيش فرق يعني. بتعصب من أسامة دائما نقعد يزعق. مين ما بيخافش من أسامة؟ ما ده بس عامل إزاي؟ بسم الله تبارك الله.